بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة يوم سعيد جدا لتواجدي في مركز ديال زوالة، لأن أنا يتم تسليم واستلام المهام بالمركز مع صديقي وزميلي الأستاذ عبد الحفيظ الأوراق، الذي سيتسلم زمام المركز بعد توليتي هذه المهمة لمدة أكثر من 6 سنوات. وأنا جد مسرور بهذا التعيين الذي حظي به السي عبد الحفيظ الأوراق، السيد الرئيس المجلس الجماعي أصاب في اختياره، لأن الإنسان السي عبد الحفيظ يستحق كل مهمة وكل تقدير على المجهودات ديالو اللي بذلها في المركز ديال طرف المختلط ديال المركز، لا جميع الورشات، لا مركز العلاج، لا التعليم الأولي، لا ورشة ديال الطب والحلويات. كان كل دازت في أيام حماس وجد ومثابرة، ونتمنى للسي عبد الحفيظ هذه المهمة إن شاء الله غادي يستمر عليها وغادي يزيد أكثر أكيد، لأن التجربة ديالو في الموقف السوسيو التربوي ديال ياسين غادي يساهم هو كذلك يضيف بعض اللمسات اللي ربما ما كانتش عندنا في المركز. ونتمنى له مسيرة موفقة في المهام ديالو، ونتمنى كذلك لجميع المستفيدات والمستفيدين والأولياء والأمور ديال حي زروالة باش يتعاونوا مع السيد السي عبد الحفيظ الأوراق، لأن التعب ديالو بوحدو راه ما يحقق والو. وكذلك كنتمنى من المجلس الإداري ديال المركز غادي يفعلوا الأدوار ديالو، لأن المركز في حاجة ماسة إلى الأيادي في التعاون وفي التنسيق وفي البحث عن المشاريع، خاصة الجمعية ديال الدعم المركز خص شوية ديال المجهود يتبذل، لأن هناك مشاريع، هناك ممولون. سيتوفق إن شاء الله للمنتج. السي عبد السلام فلك إدارة المجلس. إذن ختامه مسك، أتمنى إن شاء الله مش النير هذا غي جماعي جن اللقاء إن شاء الله في صفو كمدير هذا سبب عشان الله شوف إن شاء الله كيوم الصباح، ونتمنى إن شاء الله نمشي الأنشطة أن كفوز كفوز، ربما الأنشطة غبارة أن حاول غن مشاريع عن تقتي وراء غن عندك، لأن تندي النق حوجة الغعاد، لأن تندي تقولين صار الحمد لله من 70 توجهون نقتو مجموعة من المشاريع حي زروالة متخازمة بكل صراحة شقار ديال الغايب تغد حي محظوظ داخل البلدية السعلان مجموعة من المشاريع، لا تهيئة الطرق، لا المركب قاعات المحطات، لا المركب الاجتماعي، لا السبيطار، مجموعة من المشاريع إذا سيما معصم حي زروالة دار الشباب، إذا ثاني تنتج تنمية حقيقية بأن إذا نشتي حتى نهار مزوال راه يبنو سادة يبدا نسي قدنانا. أيوا وقدر ورغم ذلك الحمد لله شتي النصيحة اللي استشري السي عبد الحفيظ أغانغيريه حسن التواصل بأنه نلقى هو اللي تلقى ذاك لوشار هو اللي تنقيت كيف، لأن نشتي الكوزينة نهار مزوال تلقى خوك تاخر الزايس يبدا يديوسي مكين كوزينة نكسيت ندي الشارع قيم قسم خيز راه هو المركز صحيح عما سوى الوزير السي وعيد هذا شكي عما سوى الوزير خد انت فيك نبغى هو خاصنا تبنت الشكايه فقال لا تكنو بالعكس الا اللي ويه نسني فغنا نبقى عناصر جد مهمه لان يوذان ضحيه المجتمع الافات انت في المجتمع غاس الاسباب النس ولكن ما اهل قابلت العنف خص نهار المراكز عوض تخيمين بول لا قنت مغار
نخيط ارض يورا نفاتح المسجد غاس دورنس قاعه فنراها رياضه غاس دورنس سبيطار غاس دورنس ثم غاس دورنس وحرمه الاميه الاخت حنان تيوضغي جنا عدد مقرا وثم غاه وتجيبو محرمه الاميه ساهمت في نظيم الانشطه كنت كاينه مجموعه من المبادرات اذا انت والنصيحه اللي سقى غير سعود غاز تسمع احسن لان ربما نشوفوا المقصر ومشان جهيد هذيك مرسي عبد الحفيظ باقي الشركاء نمشي نعاود نتعاون بالانصار انفوس فوس لان فندي تنو محتاج محتاج حوايج انا باش نعاون باش انا نح غزه انا وضغى في مدينة بالانصار فباقي ماشي ماني وضمت باقي المدن ومرة أخرى وتحية الجمعية الدعم المركز من جديد وباقي الشركاء دايني إذا غي توالان دايني كان غي خدمان دايني غي كان غي سقن لاني اذا غي يقدم النصيحه لاني اذا غي يمشي نفوز قار بان قنشي وقت تسعه شاءت الاقدار بان غادي نتعجب ونغني التقاعد النسبي لان التقاعد هو الجنسيويا من يويوز الاقتناع انه ليس قبل جنا 4 سنين ولكن بنادم يحتاج على واحد يعيش شوي هذه الكار ما هو اجدر بهذه يقدم اوميزمات ولو خارج اسوار الاداره خارج اسوار الالتزامات لبعض اطارات معينه وشكرا للجميع والسلام عليكم.